تعليقك على احداث الشوط الثاني، خاصه ان اورلاندو بدات تظهر له بعض الفرص الخطيره مع بدايه الشوط الثاني، لكن كانت دفاعات النادي الاهلي واقفه الوقفه الصح. محمد الشناوي ظهر بمستوى طيب في الشوط الثاني يا حسام افضل من الشوط الاولاني، يعني هجوميا او دفاعيا للفريقين، تحسن واضح للفريقين. الفريقين كان عندهم رغبه كبيره لتحقيق المكسب عشان يعتلي صداره المجموعه ويضرب الفريق المنافس المباشر بالنسبه له بسته بونت. تعادل مرضي للفريقين، التعادل اللي بيحط الفريقين في الصداره. وعلى حسب المباراه النهارده الساعه 6 ان شاء الله شباب بولسداد مع استاد ابيجان، النتيجه بتاعتها هتحدد مين في المركز الثالث، زائد ان لسه مقابلتك مع شباب بولسداد سواء هنا في مصر او في الجزائر ان شاء الله هتحدد بشكل كبير اول او ثاني المجموعه. معانا الترتيب يا كابتن عماد، الاهلي ما زال في الصداره 4 نقاط، اورلاندو 4 نقاط، شباب بولسداد لعب من مباراه واستاد ابيجان مباراه ما عندهمش اي من النقاط، لسه هيلعبوا النهارده الساعه 6 في ابيجان. الشوط الثاني بدايه الشوط كان واضح ان فرقه اورنالدو نازله من بدايه الشوط ضغط عالي، بدايه حتى من السنطره اتعمل لونج باص وبعدين طلع باربعه او خمس لعيبه للضغط العالي، قدر يفرض سيطرته شويه اول 10 دقائق او ربع ساعه مع اخطاء بسيطه، لكن الحمد لله عدت على خير. بعدين من بعد الدقيقه 15 بقى الاستحواذ قريب 50-50، بل بالعكس بدا يظهر لينا فرص مع كمان التغييرات في الدقيقه 62. ويمكن كنا بنتكلم على التغييرات وكابتن عادل كان بيتكلم ان مستر كولر دايما بيفكر في التغيير من الدقيقه 70، لان النهارده من الدقيقه 62 او 63 بيرسيتاو وقفشه كان ليهم دور مكان وسام ابو علي اللي رجع لك عشان ياخد 60 دقيقه، دي حاجه برده كويسه ساعه لعب بعد فتره، وان انت كمان تحافظ عليه. رضا سليم بعد فتره كبيره ما بيلعبش يرجع واداءه يكون كويس، دي بترجع برده للحاله النفسيه بتاع التعامل مع المدرب مع اللعيب، وان يحسسك ان انت لعيب مهم بالنسبه لي، تقدر تدي اكتر من 70-80 دقيقه النهارده لرضا سليم. هفشه وبيرسيتاو نزل في الجناح ودخل طاهر في الخط الامامي او في راس الحربه مكان وسام. الفريتين يا اسامه الفريتين اقوياء، وقلت لك ان طريقه اللعب الاثنين متشابهه والاثنين عاملين حساب لبعض جدا، والظروف كانت برضو متساويه. احنا كنا خايفين من الحراره والرطوبه، لكن الظروف شايفها في الملعب كانت متساويه. وقلت لك الخبرات اللي عندنا تقدر تحافظ على الكره في نص الملعب، وده اللي ظهر بعد اول 10 دقائق من الشوط الثاني. بعد جزء بسيط من الاخطاء اللي احنا حسينا شويه ان ممكن علينا خطر على مرمى الشناوي، علينا خطر، لكن بعد كده تداركنا الامور، قدرنا نسيطر على الكره في نص الملعب. ظهر دور مروان واكرم في استخلاص الكوره، بدا يظهر لينا شكل اكتر في الاستحواذ على الكوره، لكن كان عندنا هقول هي سلبيه وحيده بس التلت الاخير. ما قدرناش ان احنا نلمس الكوره او نستحوذ على الكوره في التلت الاخير. لو قدرنا ان احنا ننفذ دي مع في وجود امام، في وجود وسام ابو علي، حتى في وجود طاهر مع قفشه، كان هيفرق معانا كتير، كان يبقى لينا ممكن نسجل اكيد الثوابت، كان ممكن احراز اهداف من الثوابت. شفنا كوره لرامي ربيعه بعد الكره الثانيه من وسام ابو علي، كان ممكن نهدف، كان لينا فرص على جون افضل بكتير طبعا من الشوط الاولاني بالنسبه للفريقين. تمام.